إذا مشاهدينا دي كانت مجموعة من أخبار 24 جراد. خلونا ننتقل إلى هذه المساحة في هذا التقرير حيث اختتمت بقاعة برج كورنثيا بالخرطوم أعمال الورشة التدريبية حول إدارة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث أيضا التي نظمتها إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. كما استهدفت الورشة مدراء الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوزارة الصحة بالولاية. وأيضا تأتي الورشة تمهيدا للحملة الإعلامية وصياغة محتويات هادفة تسهم كذلك في الوصول لكل المستهدفين بحملة التطعيم بلقاح كورونا وجولة أكتوبر التي تنطلق في 22 من الشهر الجاري بكل ولايات السودان. خلونا نشوف مزيد من المعلومات في هذا التقرير الذي أعده الزميل حسن حامد. مواكبة للتطور التقني والإعلام الحديث الذي أصبح المحرك الأساسي للمناشط المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، جاءت ورشة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث لمديري الإعلام وتعزيز الصحة بالولايات التي نظمتها وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وتكمن أهمية الورشة في الترتيبات الجارية لتنفيذ حملة التطعيم بلقاح كورونا جولة أكتوبر. السوشيال ميديا أثبتت صراحة وجودها في كل الحملات اللي احنا اشتغلناها. كل ما يكون عندنا حملة بتاعت سوشيال ميديا بنلاحظ التغطية بتاعتنا بتاعت الناس المطعمين زادت. نحن الحملة دي مستهدفين الناس الفوق 18 سنة اللي هم بمثلوا نسبة 52%. الناس دي بنلقاهم وين وبيتعاملوا بشنو؟ أكيد السوشيال ميديا واحدة من الوسائل اللي هم بيتعاملوها الناس في الجروب ده. يعني أنا من هنا بحب أطمن المواطن إنه اللقاح ما فيه أي مشاكل، اللقاح آمن جدا، وبرضو عاوز أطمنهم إنه في كوادر يعني مؤهلة جدا ويكفد على دخول اللقاح، واللقاح مجاز من منظمة الصحة العالمية. بتتأثر ورشة دي في طور الاستعدادات لحملة أكتوبر الكبرى اللي مستهدفة بالتطعيم 6 مليون شخص على مستوى السودان، هتبدأ في الفترة من 22 ل 31 أكتوبر إن شاء الله. بتوقع نتائج الورشة دي تكون فاعلة ومساهمتها فعالة في يعني في الوصول للمستهدف ويقنعه بالتطعيم ورفع الوعي له وتصحيح الشائعات والمعلومات المضللة. وينظر الخبير المدرب في مجال السوشيال ميديا إلى أهمية الورشة من هذه الجوانب. إدارة الإعلام الرقمي والإعلام الحديث واحدة من أهم الأشياء التي يمكن أن تتجه لها كل المؤسسات وليست وزارة الصحة فحسب. عدد من المحاور كانت وكان تفاعل كبير وتفاعل عالي أدهشني صراحة من سرعة استجابة المشاركين ومدى فهمهم ومدى وعيهم بأهمية السوشيال ميديا. وبعتقد أنه بعد الورشة حتكون في مجموعة من المخرجات حنشوفها بصورة عملية في المواقع الإلكترونية أو في صفحات التواصل الاجتماعي لعدد من الوزارات ولعدد كمان من الإدارات تعزيز الصحة بالولايات وكمان بالمركز. النتائج التي خرج بها المشاركون في الورشة ستكون دافعا لهم في توصيل رسالة الصحة وحسن إدارة المنصات التي يديرونها. الآن نحن داخلين على حملة كبيرة بمستهدف كبير، فبيتطلب مننا إنه يكون في تضافر جهود بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي في إنه كيف تساعد في إنه تنشر الوعي الصحي بالنسبة للمواطنين في السودان عموما. يمكن الحملة المرة دي جاية بإشعار إنه نسد الفرقة وكلنا إخواننا نسد الفرقة الموجودة وتطعيم حماية لك وحماية اللي حولك. الورشة تناولت العديد من المحاور في كيفية إنشاء المحتوى وتوصيل الرسالة، الحصول على جودة للمحتوى الرقمي للتحول الرقمي في نشر المعلومات الصحية من خلال الفيديوهات التوعوية والبوسترات المحتوى الرقمي. حسن حامد لبرنامج 24 جراد الخرطوم.